مساء الجمال عليكم، مساء الفل. النهارده هنتكلم في موضوع في كل بيت، وموضوع حساس طبعا، موضوع الخلافات الزوجية. وبتوصلنا لفين؟ الخلافات الزوجية المستمرة، أو الخلافات الزوجية اللي هي مفتعلة، وفي خلافات زوجية بتبقى طبيعية من أولها، اللي هي أول سنة جواز دي بتكون مليانة خلافات. أول سنة جواز دي انتوا بتحطوا قواعد اللي هتمشوا عليها العمر كله. اول سنة جواز اهم سنة في الجواز، ليه؟ عشان كل واحد خلاص بينكشف بقى، الوش الحلو راح، والحبة الحلوين والخطوبة والدلع والهزار والكلام الحلو كله اتقال، خلاص بقى هنبتدي نرجع في ارض الواقع. وابتدي انا عندي شغل وعايزة اصحى بدري، وابتدي انا مشغولة ان انا عايزة بيبي، وابتدي انا مش فاضي اسعي ابو صحابي، انا بتحصل بقى ايه المشاكل، وتبتدي الخلافات. بداية الخلافات دي بتوريك انت رايح فين. يعني بداية الخلافات لو انتوا الاتنين متمسكين ببعض وبتحبوا بعض، ما تسيبوش مدة الخلاف تطول بينكم، لان انت مدة الخلاف لما بتطول بتعمل فجوة بينكم. يعني مثلا في اول سنة جواز الست بتقعد تعيط، والراجل بيبقى متضايق وزعلان ان في خلاف، وهي بتبقى متضايقه وعياط وزعيق، ويفضلوا هما الاثنين ايه زعلانين ان في خلاف، بيحلوه او بيتصالحوا. تاني سنه بيبتدوا الدموع بتروح خلاص، ما بيبقاش فيه للست دموع، والراجل خلاص عادي الموضوع اتعود عليه. تالت سنه بيبقى فيه لا مبالاه من هنا ولا مبالاه من هنا، وممكن نقعد بالاربع ايام والخمس ايام والاسبوع ما نكلمش بعض. ده بيحصل فعلا، بيوصلوا الاتنين بعد الخلافات ان احنا نقعد اربع خمس ايام محدش فيهم بيكلم التاني، ويبتدي كل واحد فيهم يدور على حاجه تسعده بره بيته. اذا كان الراجل فبيدور على ست تانيه تسعده بره بيته، واذا كان الست برضه بتدور على حاجه تانيه تسعدها. ومحدش يقول لي معلش اصل الستات مش كده، مش كل الستات كده. لا، الست لو ما لقيتش الحنيه في بيتها وما لقيتش اللي يحتويها في بيتها هتدور عليها بره. وانا بقول لكم شفت امثال كتير في حياتي، وانا متاكده من اللي انا بقوله. مش عايزه ادوق الكلام، ومش عايزه اقول كلام غير اللي بيحصل، ومش عايزه اقول كلام مش حقيقي، لكن هي دي الحقيقه. الحنان والاحتواء والحب بيبدأ من البيت. لو هو مش موجود في البيت الطرفين هيدوروا عليه بره. بس للأسف بقى ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هم بيدوروا عليه غلط، ان هم بيدخلوا على عالم السوشيال ميديا، او انا مسميه عالم سمسم من وجهة نظري، يعني عالم سمسم اللي هو عالم افتراضي، عالم كل الناس طالعه بلياتش، كل الناس طالعه بمظاهر، الله ايه ده، ايه الجمال ده، وده احسن راجل في الدنيا، وايه الكلام الحلو ده، وايه الاغاني الجميله دي، وايه الرومانسيه الفظيعه دي. وفي نفس الوقت الست طالعه ان هي احسن ست في الدنيا، ومفيش ست احسن منها، وقابلت احسن راجل، وتبتدي الفجوة. بدل ما هي بقت صغيرة وجوه بيتنا، الفجوة كبرت وطلعت بره البيت، وبقى البيت ده مش سايعنا احنا الاتنين، بقى البيت ده مش طايق. ممكن راجل ساعتها يروح يتجوز لو المشاكل كتيرة جدا. وطبعا الزوجة التانية دي بيتقال عليها ان هي خطفت رجالة، وان هي خطفته مني، وان هي لفت على الراجل على اساس ان الراجل اللي معاك ده بيبي صغير بيضحك عليه. لا، برضو انتوا ما تلوموش يا جماعة على الستات اللي بتتجوز جوازات تانية، لان جوزك ده او اللي معاكي ده او ابو اولادك ده ما كانش بيبي بيرضع، او بيبي صغير طفل خدته ضحكت عليه وشربته حاجة اصفرة وخدته منك. لا، انت اللي اديتيها الفرصة، انت اللي فتحت لها الباب ان هي تاخده، بغلطاتك الكتير، باهمالك له، بتصرفاتك. 90% او 99% من الستات اللي لسه بيكونوا متجوزين بيكونوا مشغولين بالولاد وبتربيه الولاد وبالمدرسه وبالتمارين وبالاطفال وبالنادي، والرجاله مشغولين بالستات ومشغولين يعني انا بشوف ناس في اماكن قاعده، الراجل قاعد ومراته قاعده جنبه عمال يبص على الست اللي رايحه واللي جايه. طب ما انت جنبك ست زي القمر، ما تقول لها اعملي زي دي، ولا انت عايزها بالشكل ده وعايز تبص انت بره. بصوا، في حاجات كتير جدا سلبية بتحصل جوه البيت
بتنعكس على الناس بره، بتنعكس على اللي بره. انت ليه حضرتك تفضل تبص على الست اللي رايحه واللي جايه ودي حلوه ودي وحشه وانت قاعد جنبك مراتك؟ طب ما تقول لمراتك اعملي زي دي، الله مثلا دي شكلها حلو انا عايزك شبهها، او انا عايزك زيها، او انا عايزك تهتمي بنفسك. مش عيب ان انت تقول لمراتك عيوبها او تقول لها انا زعلان منك في كذا. العيب ان انتوا تطولوا الخلاف بينكم ويقعد بالمده لحد ما يحصل فجوه كبيره بينكم ما تقدروش تلموها وتبقوا عايشين مع بعض زي الاصنام، كل واحد مش طايق التاني. لو هو قعد يوم في البيت اجازه تبقى انت هتولعي ومش طايقه ونفسك تخرجي من البيت، ولو هي قعدت معاك تقول ايه دي النهارده قاعده معايا وانا مش طايق نفسي ومش عارف اتكلم قدامها ومش عارف احكي مع اصحابي ومش عارف ومش عارف. طب ما تيجوا من اول كده، من اول الخلاف نتكلم بالراحه وبهدوء ونسامح بعض. تسامح يا جماعه، نسامح بعض. الخلاف مش مستاهل والدنيا مش مستاهله، مش فارقه مين فينا اللي هيصالح التاني، بس الفرق ان احنا نتصالح والدنيا تبقى هاديه في البيت والجو يبقى هادي وان احنا ما يهونش علينا بعض. صدقوني والله لو انت ما هنش عليك اللي قدامك وهو انت ما هنتيش عليه الدنيا هتتغير خالص. مفيش حد ابدا بيحب حد يهون عليه، يشوفه زعلان او يشوفه متضايق او يشوفه مكسور او يشوفه حتى بيعيط. مهما كان الخلاف ومهما كانت الموضوع، صدقوني تمسككم ببعض، انتوا علاقتكم انتوا مع بعض هي اللي هتصلح كل الامور. مفيش حاجه اسمها على فكره في بيكون خلاف كبير جدا هو الاساس في كل المشاكل وفي خراب البيت. للأسف الشديد، للأسف الشديد إن معظم أو 90% من المتزوجين ما بيحطوش إيديهم على الخلاف ده، ما بيحطوش إيديهم على سبب المشكلة الأساسي أو السبب الرئيسي للمشكلة اللي وصلنا. دي بتقولي صباح الخير، أنا مش طايق تقولي صباح الخير، ده جه وجاب لي هدية أنا مش عايزاها. في سبب أساسي بينكم أنتوا الاتنين بايظ ومبوظ الدنيا، هو ده اللي لازم تصلحوه، هو ده اللي لازم انتوا تحطوا ايديكوا عليه وتعرفوا فين العيب وتبتدوا تصلحوا فيه. ومش عيب ان يكون في عيب، لكن عيب ان احنا نفضل نبوظ الفجوه ونفضل نخاصم ونفضل ما نسامحش ونفضل ما نصالحش ونفضل نقول لا انا معايا حق وده انا معايا حق، لحد ما تكبر 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 الفجوه لحد ما البيت يتخرب، أو نبقى عايشين زي الأصنام. كل واحد مننا له حياته على السوشيال ميديا، كل واحد مننا أنا ماسك موبايله وقاعد باصص فيه، لو تعالي نخرج أنا هخرج معاه أعمل إيه؟ هخرج أقعد بوزي بوزه؟ لا مش عايز أخرج. هو يخرج يا سلام، بتعمل فرح وترقص في البيت لما جوزها يخرج. هي دي نقطة المشكلة، في فجوة في النص لسه بينكم، حلوها وسامحوا بعض ودايما حننوا قلبكم على بعض. جدتي كانت دايما تقول لي وقت الخصام مع اي حد، وقت الخصام افتكروا الحلم، وقت الخصام مع اي حد او الزعل منه مع اي حد افتكري الحلو اللي بينكم، افتكري كان ايه اللي حلو اللي بينكم وسمعي لنفسك وقولي لنفسك مره واثنين وثلاثه يا ده في المره الفلانيه جاب لي كذا، ده انا فاكره لما اخدني عمل لي ايه، ده انا فاكره ايام الخطوبه، ده انا فاكره. دايما وقت الخلاف حنني قلبك عليه وانت كمان حنن قلبك عليها. وقت الزعل ما تفتكرلهاش الوحش، ما تجيبوش القديم والجديد. في ناس على فكره لما بتتخانق بتجيب من 16 سنه فاتوا، انت فاكر ايام الخطوبه قلت لي ايه؟ انت فاكره ايام ما جيت زرتكم في بيتكم كنت جايب لكم تورتايه من عند مين؟ والله العظيم ده بيحصل، والله بجد ده بيحصل وبشوفه قدام عيني. وفاكره لما جبت لك مش عارف ده بيحصل، يعني بجد بيحصل وبقعد اضحك. هو ايه الناس اللي بتجيب كلام من 17 20 سنه فاتوا؟ احنا في دلوقتي، احنا لو فضلنا نشيل نفسنا من اللي قدامنا مش هنبص في وش حد. لو فضلنا والله العظيم انا ساعات ادخل مكان ويبقى في خلاف بيني وبين حد او حاجه، ابقى انا ناسي خلاف في الشغل في العمل، يعني خلاف في الشغل عادي، واصبح عليه مثلا ايه شكله مش مبسوط ولا حاجه اقول هو في ايه، افتكر ان في خلاف بيني وبينه. انسوا يا جماعه الخلافات، الدنيا مش مستاهله،
انسوا الخلافات وسامحوا وخلي عندكم تسامح وخلي عندكم تصالح مع نفسكم. احنا مش مستاهلين نعيش في كآبة ونعيش في نكد ونعيش في زعل وفي حزن. الدنيا صغيرة جدا. الراجل اللي هتشوفيه بره يمكن الراجل اللي معاكي يكون احسن منه. الست اللي حضرتك معجب بيها بره او بتكلمها بره او بتحب فيها بره ممكن تكون مراتك احسن منها بكتير، بس عايزه شويه تعديل. فبدل ما تطلعي الجبل وتجيبي 3 شعرات من الاسد علشان تحايلي بجوزك، حايلي وطبطبي عليه وقولي له انت عايز ايه وارضيه وشوفي ايه اللي يرضيه. على فكره الرجاله ترضاهم سهل قوي اكتر من الستات. ان انت ترضي راجل الموضوع ده بسيط جدا وسهل جدا يعني مش قوي قوي زي الست. الست بتبقى حاجات كتير عايزه ترضيها. الست بتبقى عايزه حنيه وعايزه اهتمام وعايزه حب وعايزه هدايا وعايزه تتفسح، عايزه حاجات كتير. لكن انت لو رضيتي الراجل بحاجه او باتنين هتلاقي هو هيعمل لك كل ده. حاولوا يا جماعه لما يحصل خلاف تسامحوا بعض، ما تقسوش على بعض، افتكروا لبعض الحلو. دايما افتكروا الحلو لبعض ودايما دايما حننوا قلبكم على بعض. الدنيا مش مستاهله. وانا اسفه بتطويل الفيديو بس الموضوع لسه مخلص. واللي عنده كلام في الموضوع ده يا ريت يقولي في الكومنتات. وصدقوني مفيش اجمل من التسامح وان انتوا تراضوا بعض وتحننوا قلوبكم على بعض.